كويز. مجموعة من الأسئلة شاكر تجاوبني مغي متخمم برشا، شكون تعتبر اليوم أحسن لاعب تونسي؟ سعد بقية ديريكت دون ديسكيتابل صاحبك خاطر؟ لا لا خاطر ثاني موسم على التوالي في الكيب تي في السعودية، عطيني لاعب يبارك تونسي في التاريخ عمل لك وتوا الشامبيونات السعودية من أقوى ما فما في العالم. دونك سعد بقير حاجة بالنسبة لي أنا مش أحسن لاعب برك الدوري السعودي أحسن لاعب. بعث لك سؤال. بعث لي سؤال؟ سعد؟ الله خير. قال لك سعد بقير في كلمة. الحب. شو حكاية الحب هذي؟ شيء راوي سعد. نتمناه لسعد أكثر من نتمناه لروحي. حاجة علاقتي بسعد ما فماش كلام يوصفها. اصحاب برشا اكثر من انا حكيت لك فما كلام نجم من نوصف به سعد ما من قبل مترجي من قبل ولا من السعوديه كيفاش من وقتاش من الاسبيرونس من الاسبيرونس راجل برشا سعد راجل برشا ما عندكش فكره على اللي عمل فيه مع اصحابه ممكن هو تو تغشش مني على حاجات ما يحبش يخرجها هو راهو يعمل في خير شيء غريب راهو راهو فما دار بتاع الديار بتاع ايتام تكفل بها ما يعرفهم حتى يعرفهم انا وياك هو سعد تكفل بها عائلات يصرف عليها وما يعرف حتى حد عامل قائمه فيهم عنده في تليفونه عائلات كل شهر يبعث لهم نحكي لك عائلات بتاع 15 20 عائله رو. ما شاء الله اصحابه في تطاوين ولا تحونتو يعرفوا الشيء هذا ويعرفوا ايش عملنا معها فهمتني الناس حللها افاق مستقبل تاعها سعد ما عندكش فكره على الرجله بتاع سعد ولا ما ربي يجازيه خير وانا حكيت حاجات ممكن هو ما يحبش يخرجهم لا خاطر بالحق ما اول مره نسمع ما حتى هو معناتها معناتها ما يقولش معناها ما معكيش خاطر خاطر برشا يحبوا تسال حد من نوع هذا بصراحه سعد يعمل فيها ربي وانسان يحس يحس بالزباله في البلاد وواقف مع اولاد بلاده وراجل برشا يا اسلام وذكي برشا انا اللي ذكي برشا سعد نستحضر مره اسلام فما حاجه ما ننسيهاش مره انا وياه في الدار في السعوديه تصور عنده زوج تليفونات تعيشوا مع بعضكم انتم ولا ايه لا نعيشوا مع بعض ما هو في بلاصه انا في بلاصه مي اي ويكاند مع بعض باه عنده زوج تليفونات ويتفرج في ماتش في التلفزه يلعب في ببجي في التليفون هو مهبول بالببجي والتليفون الاخر يحكي مع اخوه وانا من غادي نحكي مع هيثم جويني استحضر النهار هذاك نحكي مع هيثم على فينال شامبيونز ليغ مانشستر وبرشلونه بعيد عليا راهو ويلعب من هنا ويحكي مع ابوه يتفرج الماتش فاق بيا عطيته فورماسيون غلطه لهيثم على الباس شكون عطاه البيدرو في الفينال تاع مانشستر فكيت منه التليفونات ولا قلت له انت كيفاش فاق كيفاش مركز كيفاش مركز راهو ذكي ياسر ذكي ذكي ياسر ديما عنده هكا سرعه البديهه وركز هنا وغادي وبارك الله عليه ما شاء الله عليه ان شاء الله عليه ان شاء الله نشوفه في جمعيه اخرى خير من ابا يستاهل والله يستاهل بعد السيزون المحترمه اللي عداها اثناء هدف التعادل للنادي الافريقي ياسين الشماخي ابارامون باهي 1-1 لكلوب سليمان شنو حبيت تقول؟ ما فماش ملاعب في السعوديه في الشامبيونات تاع السعوديه في الممتاز ابار سعد وجوميز تاع الهلال الموسم الثاني على التوالي في ليكيب تيب ما تصورش غادي زاد باش يمشيو بالعاطفه لا يمشيو بالارقام راه نحكي لك فقط نحكي لك على ملاعبيه تاع مليارات الدولارات رغم اني فما برشا نجوم كيما مرابط المغربي لاتاكون تاع النصر حمد الله اللي يعمل فيه سعد راه ما تصورش كم لاعب تونسي اخر قادر يعمل ان شاء الله ربي يوفقه ان شاء الله باهي احسن لاعب تعتبره في تاريخ تونس لا يا اسلام انا راني تاريخ تونس انا التاريخ اللي نحكي عليه اللي خلطت عليهم انت باهي خلطت عليهم انت فما ثلاثة ملاعبي لعبت معهم بالنسبة لي انا سعد بقير يوسف مساكني ياسين الشيخاوي هذا لعبت معهم بالنسبه لي انا من احسن ثلاثه في تاريخ تونس من احسن ما خدت عليهم اي بالطبيعه باش تحكي على طارق ذياب قبل ما تفرش فيه صحيح ملاعب خدام برشا عندك اسامه الحدادي مهدي رصاص محمد علي يعقوب سميتهم اللي قبيلك حتى تحكي عليهم اي لا هذوما خدمه ما تحكيش بالعكس ملاعب كركر برشا سعد ما يحبش يوطي بينهم مش خدام كان جاي خدام وراه اكثر من هكاك عندك سعد وادم رجاب بوخيلي كركر اي كركر باهي شكون تعتبر اليوم احسن وسط ميدان في العالم؟ في العالم؟ اي مودريتش احسن لاعب في العالم ميسي احسن مدرب تونسي جلال القادري مي راهو ترينيت عند برشا مدربين سي جلال رقم واحد بالنسبه لي انا فوزي بزارتي اسكندر القصري منير راشد احمد الابيض علاش جلال القادري؟
جلال راهو اونترنير كبير برشا. مي على الغالب في تونس ما عطيش الناس حقها فهمت. و سي جلال ياسر سي جلال تريت عنده في 2009 بالنسبه لي انا خير من المدربين تريت تو. تو نحكي لك في 2021 في وقت هيك تو معناها راهو انسان بروفيسيونيل على الاخر يفهم برشا كوره و سي نوم دي برانسيب بروفيسيونيل على الاخر ان شاء الله ربي يوفقه توا يدرب غادي في الدوري السعودي وعامل نجاحات كبيره في الخليج قبل وكمل معاه سيزيام بلاس في الممتاز وبالنسبه لي انا احسن مدرب اللي عنده. شكون احسن مدرب في العالم؟ غوارديولا. اقرب لاعب ليك؟ سعد. اقوى جمهور؟ الكلوب. احسن هدف سجلته؟ برشا الحقيقه. احسن اهم واحد؟ اهم واحد هو نحكي في الجمالية انا اهم ما كانش في فينال ولا في ديمي فينال مي نختار بونتو اسبيرونس فيرادس مع جرجيس. الاسبيرونس فيرادس كنت الاسبيرونس وانا مع جرجيس. كيف البونتو؟ براتيكمون من 30 تراب اللي من وسط التيران السنة ليه؟ اي فما ما حكيت لك برشا هما مي بونتو تمنيت لو كان انت ماركيتو. بونتو ساعد مع الاسبيرونس تاع الاهلي تاع الاهلي حسدتوا عليه؟ لا ما حسبتش غلطت. قداش اقل صالير خذيتها؟ 200 دينار. في وين هذه بن قبدين من الاول؟ لا لا في جرجيس. في جرجيس. في جرجيس. اكبر صالير؟ اكبر صالير تو. قداش؟ لا علينا. لا علينا. باهي شكون القدوة نتاعك؟ تحكي في الكورة؟ اي. معناها اكزومبل في التيران؟ اي. اخويا.